ضيف ملفنا الثاني سيكون من بيروت أيضا، وهو العميد علي أبي رعد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بحضرتك معنا سيادة العميد علي. إذا ما أراد جيش الاحتلال عسكريا أن يعيد سكان المستوطنات في الشمال إلى منازلهم، وعددهم ليس بالقليل، نتحدث على أقل تقدير عن 80,000 نازح، ماذا عليه أن يفعل؟ مساء الخير سيد الكريم لك وللمشاهدين الكرام. الإعلان عن الهدف بإعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين هو إعلان أساسي صدر حديثا الحاقم بالأهداف الأولى، وكما ذكر في تقريركم الكريم أن حتى في غزة بالرغم من كل الدمار وكل القتل الذي حصل وتجاوز عدد الشهداء 50,000 والجرحى فوق 100,000 حتى، لم يحقق أي هدف من أهدافه. فكيف بجبهة عرضها 120 كيلومتر تتميز عن جبهة غزة بقدرة أكبر وبقوة أكبر نارية وعسكرية حتى، لأن عدد المقاتلين أكبر لدى حزب الله وإمكانياته أكبر من إمكانيات المقاومة الفلسطينية في غزة. الهدف المعلن أنا أعتقد أنه هدف سياسي يسعى للضغط على الحلفاء الغربيين، للضغط أكثر على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله بغية إيقاف هذه الجبهة التي هي تبقى لغاية الآن جبهة إسناد. وقد قالها السيد حسن نصر الله اليوم في خطابه أنه نهار الثلاثاء الأول بداية التفجيرات وصلت رسائل إلى حزب الله عبر قنوات رسمية وغير رسمية تقول أن هدف الضربة هو بمعنى التفجيرات هي أن يتوقفوا عن دعم غزة. إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين هو هدف أساسي لدى الجيش الإسرائيلي، لأنه بدأ يعاني سياسيا. كيف سيعيدهم سيادة العميد؟ سيدي إذا صدق قوله وأراد الدخول في معركة مع حزب الله حاليا غير المعركة التي تجري حاليا، لأن المعركة التي تجري حاليا هي معركة استنزاف، الجيش الإسرائيلي يستنزف بينما حزب الله يدافع في أماكن ثابتة. الإسرائيلي ليس لديه القدرة للتحرك بحرية. كيف سيعيدهم يا سيادة العميد؟ لا أنا أعتقد لن يستطيع إلا بحرب برية وحرب طاحنة، يعني يجب عليه أن يقوم بإبعاد حزب الله وخلق منطقة عازلة فوق 15 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، هذا بالحد الأدنى. فإذا أراد أن يقوم بهذا عليه القيام بحملة برية وبمناورة برية كبيرة تتطلب منه مجهود عسكري كبير، لكن هذا سيؤدي إلى أضرار في الطرفين وإلى معارك لا يعلم إلا الله أين تصل. طيب إذا لم يقم بذلك هل يستطيع أن يعيد 80,000 مستوطن إلى الجليل إلى الشمال؟ ابدا، اذا لم يقم بحمله بريه وهذه ليست قدرته بين هلالين، يعني بين هلالين لا قدره له على القيام بعمليه بريه، لان جيشه منهك ومتعب. نقل فرقه 98 من غزه، لا زال يقاتل في غزه لضعف الامكانيات لديه البشريه بسبب المشاكل التي تحصل داخل القياده العسكريه، وراينا في الفتره الاخيره منذ اسبوعين خلافاته مع يوف جالنت وزير الدفاع ومع هيرسي هاليفي رئيس الاركان. إذا أراد الدخول ستكون معركة قاسمة وقاضية، لأنه غير مسموح البدء فيها والتراجع. حزب الله أعد العدة لها وهو يتمركز لنرى الليلة فقط 60 غارة، حوالي 60 غارة نفذتها. حتى نفهم منك سيادة العميد، يعني حتى نفهم منك بعض الشيء، ميزان القوة سيادة العميد، هل ميزان القوة بالنسبة للصواريخ العملاقة المطورة المجهزة طويلة المدى شديدة التوجيه والدقة في التوجيه تتوازى مع المقاتلات الحربية والقاذفات لدى جيش الاحتلال مثلا؟ طبعا لا، لديه الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي لديه هذا معترف به والكل يعرف ذلك، لديه قوة جوية لا يستهان بها، وهي عصب الأساسي للقوة للجيش الإسرائيلي. القوة الجوية لديه تفوق كامل. يمكن أن يكون لدى المقاومة اللبنانية بعض الصواريخ
هم أسقطوا حوالي 4 أو 5 طائرات مسيرات هرمز 900 وهرمز 450، لكن صواريخ دفاع جوي لا، غير ظاهر إلى الآن أنهم يمتلكونها، لكن حزب الله صرح برسائل مشفرة إذا أردنا أن لديه، أنه أعد العدة ولديه المفاجآت، لكن يبقى بالرغم من ذلك سلاح الجو الإسرائيلي سلاح متفوق وهو من الأقوى بالمنطقة. طيب، بينما كان السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله يتحدث ويتوعد إسرائيل ويتوعد جيش الاحتلال، كانت قاذفات جيش الاحتلال ومقاتلاته الحربية تخترق جدار الصوت في العاصمة بيروت. هل رأيت في ذلك رسالة؟ أنا أعتقد أنها رسالة لا تعني شيء، أنه نحن موجودون ونحن نعلم أنك تتكلم ونحن قادرون على ضرب والقصف وأنت تتكلم، لكن هذا لا يغير في المعادلة سيد الكريم. المعادلة العسكرية وقوة ومعادلة الردع موجودة، الطيران الإسرائيلي الذي حلق في الأجواء اللبنانية ونفذ جداري الصوت، أنا سمعتهم، أنا مقيم في بيروت، لكن هذا يثير الرعب. أنا أريد أن أقول لك أن ردة الفعل عند الناس بعد هذا العمل لم تعني شيء، لأنه هي رسالة، فقط رسالة معنويات، محاولة تخفيض معنويات لدى المجتمع اللبناني أو مجتمع المقاومة. أنت تقول لنا سيادة العميد أن الأمر كله معادلات عسكرية في أي مواجهة، وهناك من يقول أن أصل المعادلة يعني معقدة للغاية، باختصار لأن طرفا لا يستطيع أن يحسم أي مواجهة عسكرية مع الطرف الآخر، باختصار فضلا عن أن المواجهة بين مقاومة ومحتل، فيعني هنا حتى بعيدا عن العسكريات، فكرة المحتل لازم حيكون أمامه مقاومة حتى لو بالحجارة، يعني توافق على هذا؟ سيدي، ميزان القوى، هناك معادلة ردع بدأت في 7 أكتوبر، الإسرائيلي اهتزت معادلة ردع لديه من حينها، فتح جبهات الإسناد سواء من اليمن أو من العراق أو من لبنان غيرت في المعادلة، لكن يبقى دعنا لا نستهين بالجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يعتبر من الجيوش المتقدمة ومتطورة ويمتلك إمكانيات وقدرات وتقنيات هائلة جدا، لكن المقاومة اللبنانية تحديدا أثبتت في مكان ما تحديدا بعام 2006 قدرتها وتمرسها على القتال في منطقة هي تعلمها وهي تعرف التضاريس فيها، بينما الجيش الإسرائيلي هو يدخل إلى منطقة لا يعلمها. سيكون القتال البري، أنا أقول الإسرائيلي قادر على القيام بقصف جوي وتدمير إلى أقصى الحدود، وأكبر مثال هذا ما حصل الليلة، 60 غارة فوديان والجبال لاعتقاده أن منصات الصواريخ موجودة هناك، واستعمل قنابل فوسفورية، لديه القدرة على التدمير، لديه القدرة على القصف بعشوائية وخلق رعب غير طبيعي، لكن تبقى المواجهة البرية هي الفصل في أي عمل عسكري. عندما يصير القتال على مسافة صفرية هناك سيظهر الإمكانيات بين المقاتلين، بمعنى أنت حزب الله ليس جيش نظامي، هو يقاتل قتال استنزاف، يخلط ما بين حرب العصابات والحرب التقليدية، يعني في شيء بيقولوا له بالعسكر Joint Armed Forces، يعني قتال مشترك. هو ينفذ الآن هذا الموضوع عسكريا عبر إطلاق مسيرات وصواريخ بالتنسيق ما بين بعض، وهذا عمل جيوش، لكن في القتال البري هو ينفذ عمليات جارية، عمليات عصابات، يضرب من مكان ويظهر من مكان آخر. أشكر. وهذا وليس من الجيش الإسرائيلي، غير مدرب عليها. أشكرك سيادة العميد علي أبي رعد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت، شكرا لحضرتك.